بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. فهذا هو الحلقة والدرس 13 من سلسلة دروس الكبائر. سلسلة لك وانجلوج كمنا ورباتشو ويمي منا بمنا ورا وتكتات أي كفل أسرة سستيان كفل هون هالزاري حقيقة هنزي تلالك وانجلوج بقرآننا بحديث لا يتكسون أتشو ما النين يوم ما ماي بتتشادة متنا وقعتشو ليرك أتشيك كبال ምክንያቱም ከአላህ ጋር የሚያጣሉን አኺራ ላይ አደጋ ናቸው ዱንያ ላይ ምርምጃቸው የከፋ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ከአላህ عز وجل የሚያርቁን ነገሮች ማወቅ አለብን። እነዛን ነገሮች ርቀን ሸሽተን ተከላክለን ካሉብንም አስወግደን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተመለሰን መልካም ባሪያዎች እንሆን ዘንድ አላህ حرام ካደረጋቸው መከከል ሊዋጥነው ግብረ ሰዶማዊነት የወንድ ለወንድ ግንኙነት ነሰ الله السلامة والنجات قد قص الله عز وجل علينا في كتابه العزيز قصة لوط في غير موضع الله ببركاته القرآن انقص لي يلوط يا نبي الله لوط تاريك أوستو لنا هزبو تشاتشونم جمر مالتنا يقول الله عز وجل فلما جاء أمرنا بلوط هزبوش لاي والسانياتشن يكتعت رمجا والسانياتشن بمتاقزي جعلنا عاليها سافلها يلان يون كفل قلبت أن يسر عدر لكناو وأمطرنا عليهم عليها حجارة من سجيل أي من طين طبخ حتى صار كالآجر الجيتك عتلة بتعم كفتين يا ساتي تلب اللب يهون النين جايين ما زلنا بنباتش من دروا لي هزبوا لي نلا من ضد يتك عتلة يتلو بعضه بعضا زنابو دين جازن بنباتش إلى الله بقف مسومة عند ربك قيتها زند بملكت يتليج هنا يدنيا دين قاين دال هنا تتاوك علش مالتنا إلى بعضها العلم بس كسوفك عاد بس تكره يما انكسك سو قيته هنا درقا وما هي من الظالمين ببعيد تمساسا يعصفا تمساسا يسرا بميسرو بدلن يوچنا قفن يوچلاي يمترك ما للتش من مالتنا قال ما هي من ظالمي هذه الأمة كذي أمت مهال قفنيانا بدلنياهون وتمساسا يسرا ميسرا كالله إذا فعلوا فعلهم ينسوا أن الدرقيت كفصموا أن يحل بهم ما حل بأولئك من العذاب أن الزالة يدرسوا كطاعتنا مكرا أن الزهن يوم تولد لا يمدرسوا يكرم تمساسا يتكبر لسرنا نفصموا صوت تمساسا يرمجال لله لذيهن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من قالوا أخوف ما أخاف عليكم عمل قوم لوط إن أنت لا يكمس هكاتشو نقروا تشهلو فكفتن يا درجة سكاتوست كم يكتو نقروا تشهلو ويمكن مفراتشو نقروا تشهلو يا قوم لوط تكبر أن لا تفصموا أفرال له بزي أمة لالو بل رسول عليه الصلاة والسلام ينسون أين الدرقيت يفصمن سو سوس قزين يرقموت صوص قزيه دقاق مو لعن الله من عمل عمل قوم لوط يلوط هزبوتشن اين التكبار قبرس الدماوينة ينفذ سمسو
الله كرحمة يا رقالو سوس قزي دقاقمو لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط يلوط هزبوشن تقبار النار رقيتي فتسمى الله كرحمة يا رقاو الله يرقمه ورقمانو نور ربته للرسول صلى الله عليه وسلم يالفو آية من ياسايين من دنو داقم ازي أمت لي لما تان دمي چنو يهنم من يامت الصويت يترقمون دهون ناتشو باقر درجات تاك الله تعمي ركاوست هقاوي هونو هقاوي نتاتشو تاوجلاتشو هؤلاء محاربين الله ورسوله الله نام التنيان يمفلمون يتوقون لا ذنب أعظم بعد الشرك والكفر كفرنا شرك لي كتدفروا يهني مسلسل وانجلا يدفروا تولا يتصلون طبعا بتلا يكابي وتم يهني غير يسفا يتسفافا نتسراج امون يتوقع الله عز وجل حرام ادرغوتال يترقم مساو ادرغوتال يهني يفصم سو وقال صلى الله عليه واله وسلم من الله هنا من رسول عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به يقبر سدواهم يانن أين التقبار مفصم يوند لوند قنين النت مفصم كاي ياتشو عند سوي كاي ياتشو أدراجي ونم مدر قبتنم سوي هولت ونم قدراتشو على رسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس عليه رضوان الله من الله ينظر أعلى بناء في القرية إمي وسد باتشو قدلو اكشي تبالو يا قدلو سرعات انديتنو كتبالو بكتما وسد كفتن يا بوتا قنباتي اللو بيت وين بوتا يفلقنا فيلقى منه الزالي ورور الكزا كذابوها لا لك قوم لوط اندى تكتوت دينجاي ورور بتال بدينجاي كذابوها لك تكتن يموت هلا ثم يتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط وأجمع المسلمون على أن التلوط من الكبائر التي حرم الله الله حرام كادر رقوت لألك وانجل بمهنو علماء تلو بل أمة الإسلام بقار إسمامان أي للم مسلم يهنو مسلم يعني هنا وقال كان حرام النتن يقال هذا حرام بالكتاب والسنة والعقل والإجماع بهل من أقر حرام النتن يترقاقتن قال الله عز وجل أتأتون الذكران من العالمين نبي الله لوط حزبوا تشاتشو وند لمن غنين الناس يا درغو وند نيا تاتون الذكران من العالمين كعالم حزب كله ليتاچو كوند غا تغنانيا لاچو وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم الله لنا انت يفطر لاچون يهوتاچون طند يهونوتن سيتوت مستوتاچون طلاچو ستابقو غير وند لمن غنين الناس تادرغالاچو بل انتم قوم عادون برغتم من انت لك على فيوج قريب على فيوج لك أتشون يلف أتشوس وش ناتش حلال تتشو وده حرام تشجر على أتشونة وقال تعالى في آية أخرى مخبرا عن نبيه لوط عليه السلام اللهم سل لوطهن سنجر لأنك صلاة من الله ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوما سوء فاسقين ونجيناه إلى الله بارئين لوط نزع وطانو كفو اسكفي تكبار يسرو كنبروا السويت مندر اترفنو انسو برغط مطفونا امصنيا سويت نبروا لكنا دنبر يالفو وكان اسم قريتهم سدوم وكان اهلها يعملون الخبائث سدوم يبالال كتماتشو وي مكابياتشو إنه يتجاقر سوت يتلاقي ونجلوك يتقسو نبرا الله قرآن الله إنه وسو كانوا يأتون الذكران من العالمين في أدبارهم نسأل الله السلامة والنجاة وإن لو أنه قلن ينتي أدرقو نبرا وإن لو تاتو وإن لو تن بجرباتو يقنا نواتو نبرا للوتن منكرات يسارو نبرا نسأل الله السلامة والنجاة وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة ينعلهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ويقول ادخلوا النار مع الداخلين سبعة تينت تقبار يسروا سوج الله برحمة أين وعين ملكتاتهم يرقماتهم يترقمونتهم يوم القيامة برحمة أين وعين ملكتاتهم سعد كم يقبوا سوج كم يقبوا يبالا اللوانو عد من دنو الفاعل والمفعول به يمجمرا من دنو وان دلو ان قنن ينت يادرقهم يتدرق بتم سؤالو
يهي بعد تكالي وند لوند جنينت وين بجربة مجنانيت حرام مهون يا سيال مالتنا كوند مهون كسيت كار بل سيت كسيت كار بتملكته نبيات صلى الله عليه وسلم من يلالو لا ينظر الله إلى رجل أتى ذكرا أو امرأة في دبرها الله سبحانه وتعالى وندن جنينت يا درجة سيتن بحالة واقفل جنينت يا درجة الله برحمة أين ملكته مال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أبو سعود السعلوكي سيكون في هذه الأمة قوم يقال لهم